عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض ومدارس جامعة الزرقاء ثانوية البنات، مادة اللغة العربية للصف السادس. اليوم بإذن الله سنقوم بمناقشة نص مقتطفات من رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للشباب. بداية، لو نظرنا إلى العنوان نجد أنه بدأ بكلمة مقتطفات. إذا كلمة مقتطفات معناها مختارات أو أجزاء مقتطعة من رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للشباب. لو نظرنا إلى كلمة رسالة، جميعنا نعرف أن الرسالة لها ثلاثة أطراف، الطرف الأول هو المرسل، الطرف الثاني هو المستقبل، والطرف الثالث هو المحتوى أو المضمون. وهذه الرسالة موجهة للشباب، إذا مستقبل هذه الرسالة هم فئة الشباب ومرسلها هو جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. أما عن مضمون الرسالة فهو ما سنتناقش به بإذن الله. هذه الرسالة من جلالة الملك عبد الله الثاني للشباب، هل يقصد بالشباب فقط هم الذكور؟ لا، إنما الشباب هي مرحلة عمرية، وهذه المرحلة تمتد بين 15 عاما إلى 64 عام، وهذه الفئة تتميز بالعطاء والإنتاج والحيوية والازدهار والتقدم والعطاء، وهو عمر العمل. إذن مختارات وأجزاء من رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى فئة العطاء والإنتاج، وهم فئة الشباب. لو نظرنا إلى كلمة مقتطفات نجد أنها اسم ابتدأنا به الكلام، وأي اسم نبتدئ به الكلام فإن إعرابه يكون مبتدأ. إذن نجد أن كلمة مقتطفات هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم الظاهر على آخره. وننظر لكلمة للشباب، نجد أن هذه الكلمة هي اسم ووقعت اسما مجرورا. ما نوع الجمع في كلمة للشباب؟ نجد أن النوع الجمع فيها هو جمع تكسير لأن مفردها شاب. نبدأ بإذن الله بالفقرة الأولى. أنتم يا شبابنا الأردني تواجهون مسؤوليات وتحديات من نوع خاص. بداية بدأ جلالة الملك بأنتم. لو نظرنا لكلمة أنتم نجد أنها ضمير رفع منفصل، واستخدم جلالته أسلوب النداء للفت الانتباه أن هناك أمور سيتحدث عنها جلالة الملك لكم أيها الشباب. وقلنا الشباب هم فئة عمرية تتميز بالعطاء وتشمل الإناث والذكور. الأردني إذن يخص جلالة الملك شباب الأردن الغالي. يقول جلالته أنكم تواجهون مسؤوليات وتحديات من نوع خاص. لو نظرنا إلى كلمة تواجهون، ما معنى كلمة تواجهون؟ تواجهون يعني تتعرضون. لما يتعرض شباب الأردن؟ يتعرضون لمسؤوليات وتحديات من نوع خاص. ما معنى كلمة مسؤوليات؟ إذا نظرنا إليها، مسؤوليات معناها واجبات مهمات، وتحديات أي عقبات وصعوبات. إذن بدأ جلالة الملك رسالته بأسلوب نداء للفت الانتباه، ويخاطب جلالة الملك شباب الأردن ويقول لهم أنا أعلم أنكم تتعرضون لمسؤوليات وتحديات صعوبات وعوائق من نوع خاص، يقصد جلالته من نوع مختلف. إذن ما هي التحديات؟ لنرى ما هي التحديات التي يواجهها شباب الأردن. فأنتم ابتداء، إذن يقول جلالة الملك أولا، ابتداء بمعنى أولا، أنتم القطاع الأوسع. قلنا معنى كلمة القطاع، ما معنى كلمة القطاع؟ القطاع أنتم الشريحة أو الفئة العمرية الأوسع الأكبر في المجتمع. أول تحدي يواجهه شباب الأردن أنهم الشريحة الفئة الأوسع في المجتمع، وكلنا نعلم أن مجتمع الأردن هو مجتمع فتي يتميز بوجود عدد كبير من الشباب. السبب الثاني أو الصعوبة الثانية والتحدي الثاني الذي يواجهه شباب الأردن أنهم هم من سيجني عوائد العملية التنموية التي يمر بها الأردن اليوم. سيجني بمعنى سيقطف، سيحصل على عوائد بمعنى نتائج العملية التنموية، عوائد بمعنى نتائج ومخرجات وثمار العملية التنموية المقصود بها التطور والازدهار والنمو الذي يمر به الأردن اليوم، والتي يقول جلالة الملك نؤمل ونعمل. يتحدث جلالة الملك بلسان الشعب، نؤمل نرجو ونعمل. إذن هذا ليس رجاء فقط، إنما رجاء معه عمل ومعه سعي واجتهاد لتكون مخرجاتها بإذن الله إيجابية، مخرجاتها نتائج العملية التنموية يرجو جلالة الملك أن تكون إيجابية. إذن الفكرة الأولى من هذه الفقرة، التحديات التي يواجهها شباب الأردن هي أنهم القطاع الأوسع في المجتمع لذلك مسؤوليتهم كبيرة. ثانيا أنهم من سيجني عوائد العملية التنموية التي يمر بها الأردن اليوم. إذن
نعود للنص لنحدد بعض الأساليب والتراكيب اللغوية. أنتم هي ضمير رفع منفصل، يا شبابنا أسلوب نداء، تواجهون هو فعل من الأفعال الخمسة. كيف نعربه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. مسؤوليات، لو نظرنا إلى كلمة مسؤوليات، بداية إعرابها مفعول به وهي جمع مؤنث سالم. وتحديات من نوع خاص، من نوع خاص من مع الاسم المجرور الذي يليها، هذه عبارة عن شبه جملة. معنى كلمة ابتداء كما قلنا أولا القطاع الأوسع، الشريحة والفئة. وبعد ذلك ننتقل للتي، التي هي اسم موصول من الأسماء الموصولة والتي نؤمل ونعمل لتكون مخرجاتها نتائجها. إذن على من يعود الضمير الهاء في مخرجاتها؟ مخرجات ماذا؟ مخرجات العملية التنموية التي يمر بها الأردن اليوم. هكذا نكون انتهينا من الفقرة الأولى، ننتقل إلى الفقرة الثانية. نكمل الآن. ولأن حملكم أيها الشباب كبير ومسؤولياتكم عظيمة بقدر ما هي إرادتكم وطموحاتكم، فأنتم مطالبون بأن تكونوا على قدر هذه المسؤولية وجديرين بهذا الحمل. إذن يقول جلالة الملك الشباب حملهم كبير، عبء، مهمة، واجب، ومسؤولياتكم عظيمة، إذن واجباتكم عظيمة بقدر، بحجم ما هي إرادتكم، إذن عزيمتكم وإصراركم وطموحاتكم وآمالكم. إذن حمل ومسؤولية ومهمات الشباب كبيرة وعظيمة، يجب أن تكون كما يرى جلالة الملك بحجم بقدر هذه الإرادة والعزيمة والإصرار والطموح والآمال. فأنتم مطالبون بأن تكونوا على قدر هذه المسؤولية وجديرين بهذا الحمل. إذن يريد جلالة الملك عبد الله الثاني من شباب الأردن أن يكونوا أهلا وعلى قدر هذه المسؤولية وهذا الحمل. إذن هذا الحمل هو تطور ونهضة وازدهار الأردن. إذن لماذا يريد جلالة الملك من الشباب أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية وأهلا لها؟ لأن مستقبل الأردن أمانة نودعكم إياها. إذن جلالة الملك يقول للشباب أن مستقبل الأردن هو أمانة نودعكم إياها، والأمانة تحتاج لحفظ ورعاية. إذن يضع جلالة الملك مستقبل الأردن أمانة بين أيدي شباب اليوم الذين سيكونون نهضة الوطني في جميع مجالات الحياة. إذن الآفاق هي من المجالات الرحبة الواسعة. إذن يستودع جلالة الملك الشباب مستقبل الأردن ونهضته وازدهاره. لو نظرنا إلى كلمة مستقبل نجد أن إعرابها مبتدأ، أين خبرها؟ خبرها أمانة نودعكم إياها. لو نظرنا هنا إلى بهذا، هذا هي اسم إشارة، اسم إشارة.